Vicky? اوكي احنا هنقسم الصلاه كده ولا كده، فمش هنعتبر انها محاضره واحده طويله، انما هنقف في النص ناخد الكوفي بريك في الصلاه ولما نرجع نكمل. انا كان عندي اقتراح بس 11:45 هو معاد الكوفي بريك لوحده عشان الصلاه وكده، هنخليها في الواحده الا ربع بعد اذنكم ونرجع بس هنا واحده الا ربع، يعني الكوفي بريك ساعه والناس تصلي في الوقت ده، بس عشان احنا اتاخرنا متاخرين شويه انا هاخد ربع ساعه من ولاء في البروتوجينس وقال ايه اللي هي دي الحته دي الصغيره دي سوري. معلش البرنامج عمال يتغير كده، احنا قلنا مش هنقول عن اتش ايه ونقول عليه اونلاين على طول، بس يعني هو كان افضل نتكلم عنه شويه صغيره عشان في شويه تكات وتعبيرات كده مش هتتفهم، فهجيب سيرتها بس. هنتكلم عن الستراكشر فانكشن، عن الميو بروتوجينز اكس بالتفصيل بناء على اللي هنسمعه هنا، وتاتش ان الار ايه برضه بناء على اللي هنسمعه هنا في الاخر في الوقت يعني. في ناس لازم تاخد حقها، ملهاش دعوه بقى بالزمن وبالوقت وباللي احنا بنقوله ده كله، ما ينفعش احنا نعتبر نفسنا على بكره وعرفنا كل حاجه. انما محتاجين نقول الاستاذ بيتر جورر ده عمل ايه اللي اكتشف الانتيجين اللي هو تقريبا كده من 75 سنة أو أكتر شوية. A British pathologist showed that an antigen، هو سماه antigen 2 لأنه يعتبر إنه الفار antigen وجواه حاجة تانية، فأنتيجين تاني يعني يبقى اتنين ده. Was responsible for rejection of tissues derived from donor mouse that are is not genetically identical with the recipient. الراجل ده جه خد من فار حط فار، فلما الفار ده رفض التيشوز اللي جايه من الفار الاولاني قال اه عشان انتجن اثنين وده انتجن واحد. اوكي وجهه نظر. جورج اثنين في نفس الوقت. American working independently of the problem of graft rejection named the gene اللي بيعمل الانتجن ده فسماه histocompatibility or H gene. اول مره نسمع بقى على الجين المسؤول عن توافق الاجزاء. وبعدين هما الاثنين مع بعض سموه اتش جي جي كومبلكس، قالوا لا ده مش واحد ده مجموعه من الجينات. In a collaborative study later on اتش جي was found to be closely linked to antigen 2 and is present on chromosome 17 في الفار. The tumor named his compatibility 2 or اتش جي اتش 2 جي. The gene was subsequently found to be genetically complex. It's not one gene, it's a complex of genes. And to encode the transplantation antigen that trigger graft rejection when the donor and recipients are not genetically identical. فدي أول مرة نسمع إنه لازم الناس تبقى identical عشان ناخد الكلية دي نحطها في الكلية دي، ما كنا ناخد أي واحدة ونحطها في أي واحدة. طيب. سير بيتر بدور الجراح الإنجليزي الشهير كان شغال في الحرب العالمية الثانية. Was investigating failure of skin grafting from one person to another as a treatment of severely burned persons in World War II. هو لاحظ ملاحظة كانت في غاية الأهمية. هذه الملاحظة إن the skin grafts from a donor stimulated a reaction in the recipient that resulted in more rejection of subsequent grafts from the same donor. يعني لما أخد تيشو من العسكري جون وأحطه للعسكري إدوارد اترفض طبعا. انما لما اخد من جو ودي ادوار تاني يطرف التاني اسرع. اوكي؟ ف he showed that the accelerated rejection was specific to the particular donor. And he noted that tissue transplantation was under the control of immunologic mechanism that distinguished self from non-self just like the immunity against microbes. فاذا التيشو ترانسبلانتيشن بقت مرتبطه بالاميونيتي. وده أول لينك. سنة 58 جون دوسو اكتشف الماك أو أوكي was able to show the presence of histocompatibility system in man. بعد ما قلنا في الفار سنة 47 في 58 قلنا في البني آدمين ولأنه سماه ماك أو اللي إحنا بنعرفه إنه اتش ال اي 2 عشان ده على ماكروفيج. Subsequent worldwide studies have demonstrated marked diversity of polymorphism ولذلك بعد ما كنت هقول كده كنت هضطر ديفاين يعني ايه بوليمورفيزم، يعني ايه لينكج، يعني ايه ديسك اكوليبريم، يعني ايه الكلام ده. الريزلت ده وان هو موجود كمان في كل السبيشيز دي في الجينيا بيج وفي الرابت وفي الدوج وفي
الشمبانزي، وكل واحد فيهم بقى بنسميه ار ان اي زي اتش ان اي هيومن ديموسايت انتيجين، رابط ديموسايت انتيجين، ريسس مونكي وهكذا. ثم بنسرف ام اتش سي اند ايميون ريجيليشن بايونيرنج ستادز باي بنسرف اند ذا ميني اذرز اوف ذات تو اور اندرستاندينج اوف ذا رول اوف ام اتش سي جي برودكتس ان ايميون ريجيليشن. التاريخ ده انتهى بايه؟ انتهى بانه جايزه نوبل في الطب سنه 60 راحت لسير مانفريد لين اند سير مدور بيتر مدور. ليه؟ for discovery of acquired immunological tolerance. وجائزة نوبل في الطب سنة 80 راحت للي اكتشفوا في البني آدمين أو اكتشفوا الفانكشن بتاعته واللي اكتشفوا في البني آدمين واللي اكتشفوا إنه في جين موجود في الفئة. أوكي؟ For the discoveries concerning genetically determined structures on the cell surface that regulate immunological reactions. إن الإيميونولوجيكال ريأكشنز دي لها علاقة باللي احنا بنتكلم عليه ميجر اس تو كومبتابيلتي كومبلكس. هو ميجر دو وي هاف ماينر؟ طبعا بلاد جروب از ماينر اس تو كومبتابيلتي كومبلكس. اذا خدت دم من واحد اديته فصيله ايه اديته فصيله بي يحصل رياكشن مش كده؟ ففي اذر سيستمز لكن الميجر وان از ذس وان. امبورتنت علاقته بينا بقى امبورتنت الانتيجن برزنتيشن at the cell surface. Two classes. في ناس تعتبر ان الحتة اللي بين class 1 و class 2 تسميها class 3. MHC class 1 بيقدم antigen للخلايا اللي شايله CD8 اللي احنا هنسميها 6 cytotoxic T lymphocytes، وده موجود على كل الميوميليتد سيلز ويتضمن 3 surface proteins HLA B and C. class 2 بيقدم للهيلبر سيل، فبالتالي له علاقه بالهيومورال اميونيتي اكتر، اكسبريست على السيرفيس اوف انتيجن بريزنتنج سيلز مور ريستريكتد تو ديستريبيوشن، وايضا بيطلع على بعض الخلايا الاخرى، وتيبيكالي لما في تي ان اف الفا يطلع كتير، وهو مكون الدي ار اساسا حاجه اسمها دي بي ودي بي. اما بلس 3 ده هو انكلودز كومبلمنت اند اذر جينز. عشان نفهم ده لازم نفهم ان احنا عندنا خليه، هذه الخليه عباره عن نواه وبعض الاجهزه اللي موجوده في السيتوبلازم. فاذا بصينا بس اكثر دقه هنلاقي ان النواه دي فيها كروموزومز، والكروموزومز دي هي التي تكون الحياه. ماشي؟ كل واحد فينا عنده 23 زوج من الكروموزومز، pairs of chromosomes. او بالبلدي كده 44 اوتوزوم كلهم زي بعض. And a pair of six chromosomes. كلام بايوكيمستري بتاع سنة تانية. XY في الميلز، Y XX في الايه؟ في الفيميلز. صح؟ وباي ذا واي يتسمى كده كروموزوم 1 2 3 4 5 بيست على طولهم. قالوا كده الطويل قدامه والقصير ورا. عشان لما نيجي نقول كروموزوم 6 هو 6 ده بالطول كده يبقى هو ده. ماشي؟ من غير وجع دماغ كتير، كل كروموزوم مكون من 2 كروماتينز 2 ايدنتيكال كوبي ده كروموزوم على بعضه. كل واحد من دول مربوط بالتالي بالسنترومير. الحاجات اللي موجوده نقول ناحيه السنترومير، الحاجات اللي موجوده ناحيه الحرف نقول ناحيه التيلومير. تيلي يعني بعيد، تلفزيون تلفزيون الرؤيه على بعد، تيلي يعني بعيد. وعلى الكروموزوم ده او فائده الكروموزوم ده انه يحمل الصفات الوراثيه الجينز. تمام؟ النقطة دي ممكن يبقى فيها مثلا 5 مليون جين. طيب. وهي الجينات دي. جينز ار دي ان اي. والدي ان اي ده فايدته انه ينقل الجينيتك انفورميشن تو ذا نكست جينيريشن. فنقول البنت دي طالعة شبه ابوها خالص، والواد ده طالع شعره اصفر زي امه، وعينيه خضر زي جده، مش كده؟ لكن الأهم الجينز الدي ان ايه ده هو انه بيعمل البروتينات انزيمز هرمونز ريسبتورز اللي هم السيرفس موليكيولز، ودي اللي في حالتنا ال اتش ال اي. وبصينا كده ده الدي ان ايه لما نفضل نكبر 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 هي النقطه دي اللي احنا كبرناها كل دي،
وده كل نموذج الجينات اللي موجودة هنا. تمام؟ Because DNA has the property of replication to form more DNA. هذه أول حاجة. Transcription into RNA carrying the same genetic information and then this information is translated into a protein. وبالتالي DNA يقدر يعمل replication ويعمل زيه نفسه transcription من RNA translation into protein. بصوا معايا كده عارفين ان العبيط ده لو احنا دخلنا جوه الخلية كده فالخلية دي فيها نيوكليس جوه النيوكليس دي فيه DNA DNA ده يعمل transcription فيعمل حتة أخته بالظبط تمام؟ تتحول لمسجر RNA تخرج من النيوكليس وتكمل مرة تخش الريبوزومز أي مصنع البروتينات عشان تبقى ترانسليتد إنتو بروتين يطلع زي ما يطلع بقى تخش شوية نوع من الأسيد يكملوا المنظر يلموا ده من هنا يقصوا ده من هنا يهيفوا حتة الفستان ده عشان يطلع في الآخر البروتين بتاعك ده فجوه الخلية احنا بنعمل البروسيس بتاع الترانسكريبشن في السيتوبلازم يعني بره النيوكليير ميمبرين جوه النيوكليس وبره النيوكليس نعمل الترانسكريبشن ليه انا حبيت الحكايه دي عشان عايز اقول لكم انه اون ذا شورت ارم اوف كروموزوم 6 ده كروموزوم 6 مقسوم بالسنترومير لحته قصيره وحته طويله فعلى الحته القصيره في النقطه دي النقطه دي بالظبط هي اللي فيها الحته دي كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 كلاس 1 الناحيه دي قوي ناحيه التلومير كلاس 2 ناحيه السنترومير وكلاس 3 في النص مش مهم كلاس 1 في الدي بي سي كلاس 2 في الدي ار ودي في الدي كيو وحاجات ثانيه لسه مش عارفين الفانكشن بتاعتها وكلاس 3 في حاجات لها علاقه بالكومبلمنتري شورت بروتينز وكده
Some of the known ideas are divided into several subtypes on the basis of few amino acid differences. فهتقول 9 اللي بعد شويه بقى 23 24 10 اللي بقى 5. كنا نعتقد ان هم 10 بس اكتشفنا ان في فروقات بينهم تسمح لنا انهم نسميهم بعدين حاجه ثانيه. طيب. 127 ولقينا في تغيير صغير فرق بسيط بين واحد وواحد فنقول 127 سبتايب 1 سبتايب 2 سبتايب 3 سبتايب 59. DR4 DR4 سبتايب 1 سبتايب 2 سبتايب 33 ها؟ ليه بقى ده؟ عشان ممكن نكتشف انه V27 سبتايب 5 ما يجيلوش انكيلوزك. لما سبتايب 6 يجيله انكيلوزك. اصل الامينو اسيد رقم 114 هنا في تيروزين وهنا في الانين. فاذا جبنا الانين مطرح تيروزين يجيله اما اذا خلينا ما يجيلوش مثلا. أو في الأمينو أسيد 67 و68 و69 و70 و71 في سيرتن 5 أمينو أسيدز لما يبقوا موجودين في HLA-DR4 سب تايب 1 يجي لنا موجودات. أما لو كنا سب تايب ما يجيلناش. ماشي. إحنا سميناهم إزاي؟ في عندنا حاجة اسمها HLA nomenclature committee. The specificities are numbered serially from one upward in the order of their official recognition by the HLA nomenclature committee. كل الناس عندها HLA وB وC أول واحد عشان الناس منها A1 A2 A3 وهكذا. The letter diagram of the workshop indicates that the specificity is not yet completely defined. فنقول مثلا BW40 عشان احنا لسه مش متاكدين هو ال 40 ده 40 ولا هو كان حاجه ثانيه وسبتايب منها. لكن في السي قالوا هنسيب الدبليو طول الوقت احسن الناس تتلخبط. و اتش ال اي سي 2 نقصد بيه ال اتش ال اي ونقصد بيه كومبلمنت. ماشي؟ ناس نامت. Independently, unless they are very close to each other
That is to say, they are linked. Where they are transmitted to everyone. Okay? وبالصدفة الـ HLA genes are linked to the chromosome on the chromosome and they are inherited as a single unit. طيب أنا عندي كروموزوم 6 صح؟ كروموزوم 6 ده مكون من 2 كروماتيدز صح؟ صح ولا غلط؟ عندي كام كروموزوم 6؟ اثنين برافو عليك a pair of chromosome لان واحد خدته من ابويا وواحد خدته من امي صح ولا غلط؟ الحمد لله ابويا لما اداني ما ادانيش ال A وامي ادتني B لا اخدت منه A B C على بعضها وخدت من امي كمان A B C على بعضها اوكي؟ لانهم بيتنقلوا مع بعض they are linked together at each chromosome the combination of alleles composing this unit is referred to as haplotype او haplotype for example HLA A1 B8 C7 DR3 DQ2 ده plus 1 و plus 2 is a haplotype ماشي each individual has two haplotypes one from each parent comprising the genotype يبقى الجينوتايب بتاعي انا باخده من ابويا وواحد من امي واللي باخده من ابويا باخد من ابويا الحته على بعضها كلاس 1 وكلاس 2 وامي كلاس 1 وكلاس 2 اقف بس هنا ثانيه الجينات دي هتعمل ايه؟ هي مسؤوله عن تخليق البروتينات اللي هتطلع على سطح الخلية صح كده؟ فإذا هي احنا قلنا الاتش ال اي ده سيرفيس موليكيولز موجودة على سطح الخلية ووظيفته انه يقدم الفورين انتيجين للإميون سيستم تمام؟ كويس الجينات دي تطلع ايه على السطح؟ أي كيف سيظهر نواتج هذه الجينات على السطح؟ هذا يعتمد على حاجة اسمها الإكسبريشن دوميننت او ريسيسيف او في حاجه ثالثه اسمها كو دوميننت. نقول مثلا ان جين الشعر الاسود دوميننت وجين الشعر الاصفر ريسيسيف. فلو الاب كان شعره اسود والام شعرها اصفر مثلا العيل هيطلع شعره اسود لان الاسود دوميننت عن الاصفر. عشان دلوقتي يطلع شعره اصفر لازم ابوه شعره اصفر. ماشي لغايه كده؟ لان الاصفر ده لون ريسيسيف او لون العين الاسود والازرق ماشي؟ طيب لكن لما يكون في طريقه اخرى للاكسبريشن اسمها كودومينانت. كودومينانت يعني كل واحد يظهر. دومينانت ريسيسيف كودومينانت تصوروا ان احنا بالظبط بنتكلم على الشعر الاسود والشعر الاصفر ده دومينانت وده ريسيسيف يبقى الشعر ده هيطلع ايه؟ لما يبقوا دول الجينات بتوع البنت دي. عشان دي يطلع شعرها كده لازم يبقوا دول الاثنين موجودين. انما بالكودومينانت ده ان اتش ال اي موليكيولز ار كودومينانتلي اكسبريسد ذات از تو سي ذا موليكيولز كودد فور باي بوث الليلز ار اكسبريسد اون ذا سيل سيرفيس. هيطلع شويه اصفر وشويه اسود. ماشي ده كمان. يعني ايه؟ In each of us we have a pair of chromosome 6 with two homotypes one maternal صح ولا غلط؟ With each with 6 plus 1 alleles 3 زائد codominant expression يبقى عندي على سطح الخلية 6 plus 1 surface molecules in heterozygous. That is to say my HLA plus 1 binding would be HLA A1 A6 دي 1 من ابويا ودي 6 من امي دي 5 دي 8 دي 5 من ابويا ودي 5 من امي سي 8 وسي 12 عشان انا واخد الواحد والخمسه والثمانيه دول من امي والسته والثمانيه وال 12 دول من ابويا ماشي حقكم عليا مش مهم خالص
بس يعني ايه بوليمورفيزم؟ بوليمورفيزم هو تعدد الاشكال الناتجه لتعدد الجينات اللي موجوده جوانا. ماشي؟ بوليمورفيزم ريفيرز تو ذا لارج نمبر اوف الليلز اللي هم اوردرد فورم اوف ذا سيم جين سين ان ديفرنت انديفيدوالز at the same HNA locus and hence in the proteins which that locus encode. يعني different HNA surface molecules in different ده اللي يخلي الواحد يعمل علامة في الآراء يقول محتاج متبرع من كده. هديله فلوس قد كده بس لازم نعمل له تيشو تايبنج عشان يبقى عنده A و B و C و A و B و C من أبوه ومن أمه زي بتوعي. فلما يبقوا كده الحيلة بتاعته لما آخدها عشان كده قصه صعبه والا كان كل واحد يدي لاي حد. ومع كل اللي بتعمله ده يمكن نمر ايدنتيكال الا لما يقول لك التوأم، لما التوأم بتاعه يديله لما ويفضل ياخد ادويه. امبارح الدكتور محمد مصر قاعد يتكلم على التاكرونومس والسايكوسبورين مش كده؟ الادويه بتاعت اللي بتحبط المناعه حتى لا نرفض هذا. HNA genes are the most polymorphic genes among the human genome. لو انا عندي A وقلنا A1 و A يبقى عندي كمان على سطح الخلية نفس البروتين اللي اتعمل وطلع على سطح الخلية هيبقى A8 زي جين اللي هو A8 أو A6 ده هو A4 أو هكذا. خلاص يبقى polymorphism refers to A refers to البروتينز المختلفة اللي طالعة نتيجة لوجود ديفرنت الينز في الشيتس. بصوا معايا كده على الفيديو ده بسرعة. سهلة خالص. الجينوم بتاعنا فيه ايه؟ 3 بليون بيز بيرز. ماشي؟ سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. كل الناس ماشيه كده اي اي تي سي جي تي يعني الانين الانين مثلا سيتوزين جوانين ماشيين 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 وفجاه حطينا حاجه ثانيه. ماشي الكلام؟ فالسنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم ده احنا بنسميه سنيبس. عندنا 10 مليون سنيبس وايه يعني؟ في 3 مليون بيس بيرز. ده حضرتك او حضرتك وده بقيه العالم. ماشي؟ لما يبقى هنا ده عنده جي وده عنده بتاع يبقى ده كيرلي هير وده برايت هير بس هو عنده عينين ومناخير وبق وايدين ورجلين ونفس البنطلون ونفس الكلام. فهو شكل مختلف ظهر نتيجه لوجود ايه؟ نو اوبسرفيشنال ديفرنس بين بيبول ات اول كلنا زي بعض بس نتيجه لسنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم حاجه واحده بس اتغيرت في حته بقى في شكل مختلف في حاجه. ماشي؟ بعد الالليلز واللينكج والبوليمورفيزم اللينكج ديسبيكوليزم. ما شاء الله. وانا دايما اقول نفس المثال للدكتور في المحاضرات زمان. في يا جماعه قطر طلع من القاهره ونزل في اسوان. فالقطر ده بيجيبوا كل الدكاتره بتوع مصر ومفروض انهم راندملي ينزلوا في كل محطه ينزل شويه. غير كده سهله؟ لكن هناك بعض الناس من المعروف ان ولاد قلوبنا اصحاب جدا ولازقين في بعض جدا فما بينزلوش عشوائي انما لما القطر هيقف في المنيا ولا قررت تنزل ولا تنزل لازق فيها. حصل هنا ايه؟ حصل هنا ديس اكوليبريم في التوزيع نتيجه لوجود اللينكج. حصل لينكج ديس اكوليبريم. سهله؟ يا ما انت كريم يا خلاص مش عايز حاجه تانيه.
This implies that most individuals will have a unique set of HNA plus 1-2 unless they are genetic. And it was clearly determined. The theoretically infinite number of combinations is restricted to some degree because of linkage disequilibrium. It refers to the finding that some pairs of genes are found together more frequently than would be expected to occur by chance. Okay.